من Final Exam May 2019 Problem 7 0.5 kilogram block oscillates according to the equation x equals 0.6 cosine 8t where x is in meter and t is in second. Calculate ومديني مجموعة طلبات. الأول نستنتج من الإكويشن اللي هي x بتكون على الصورة a كوساين أوميجا t، هو مديهالنا equals 0.6 كوساين 8t. نستنتج ان ال a equals 0.6 متر، ونستنتج ان الأوميجا equals 8 راد per second. في البارت ايه طالب البريودك تايم تي، احنا عندنا الأوميجا اللي هي 2 باي في الفريكوينسي او 2 باي الفريكوينسي 1 اوفر البريودك تايم. اذا التي equals 2 باي تقسيم اوميجا، يعني 2 باي تقسيم 8، يعني باي تقسيم 4 بالآلة equals 0.785 second. في البارت بي طالب ذا سبرينج كونستانت اللي هو الكي، واحنا عارفين ان الاوميجا بتساوي سكوير روت للكي اوفر الام. اذا الكي equals اوميجا سكوير ام، الاوميجا ب 8 والماس 0.5 equals 32 نيوتن بير متر. The total energy، الميكانيكال انرجي ممكن تكون طالما عندنا الكي هاف كي سكوير، يعني هاف 32 والاي 0.6 سكوير، يبقى 16 تايمز 0.6 سكوير equals 5.76 جولز. في البارت دي the acceleration of the block at x equals 0.3 متر، ممكن نعرف القوة ومن القوة نعرف الacceleration. ال f equals ال k في ال x و equals ال mass في ال a. إذن 32 في 0.3 equals الماس في الاكسلريشن، اذا الاكسلريشن equals 32 times 0.3 تقسيم half اداني 19.2 متر بير سكند سكوير. في البارت اي طالب the speed of the block at x equals 0.3 متر، واحنا عارفين ان الميكانيكال انرجي بتساوي half ال k في ال x سكوير plus half m v سكوير. ميكانيكال انرجي حسبناها اللي هي total ميكانيكال انرجي equals half والكي ب 32 ومدين الاكس 0.3 هاف الماس 0.5 ومطلوبة السرعة. إذن ال V equals 5.76 minus 16 times 0.3 سكوير times 2 تقسيم 0.5 وناخد سكوير روت للأنسر.
4.16 متر بير سكند. كلها تطبيقات مباشرة للقوانين اللي موجودة في الشيت.